أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، شخص حج في هذا العام وكان يعمل داخل المشاعر واحتاج إلى أن يغطي رأسه أو يلبس المخيط وهو محرم اضطرارا بذلك في فترة وجيزة لا تزيد على 10 دقائق. السؤال: ما الحكم عليه في هذه الحالة؟ حكم هذا محظور من محظورات الإحرام، تغطية الرجل رأسه وهو محرم هذا محظور، إذا فعله لحاجة فإنه يكفي، فدية مخيرة، إما أن يذبح حشاة في مكة ويوزعها على الفقراء وراء الحرم، وإما أن يتصدق على 6 مساكين كل مسكين نصف صاع في الحرم، وإما أن يصوم 3 أيام في أي مكان، يصوم 3 في أي مكان، يخير بين هذه الأمور عن تغطية الرأس متعمدا، يغطى رأسه متعمدا يجب عليه الفدية.